بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنشرح ليسون 3 في يونت 10 من كتاب بايبت. وقبل ما نبدا يا حلوين ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصل لكم كل جديد. واحب اذكركم بالمسابقه، لاكتر طالب او طالبه هيضيفوا مشتركين للقناه هيبقى هو ده الفائز اللي هيستلم مبلغ مالي في نهايه الشهر. كل اللي عليكم تضيفوا اصحابكم وقرايبكم للقناه وتطلبوا منهم ان هم يكتبوا اسمكم في كومنت، اكتر اسم هيبقى متكرر في الكومنتات يبقى هو ده الفائز. دي مسابقه شهريه، يعني مسابقه كل شهر، وان شاء الله بعد انتهاء العام الدراسي هيبقى في محتوى جديد على القناه، محتوى جميل جدا هيعجبكم قوي، وبرده المسابقه هتفضل مستمره. ونبدا في فيديو النهارده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعه الكلمات عباره عن adjectives، الصفات adjectives، adjectives، جائع hungry، 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 عصبي أو متوتر nervous، 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 متعب أو مرهق tired، 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 محرج embraced، 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 سعيد هابي، 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 حزين ساد، 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 محبط disappointed، 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 بردان أو شاعر بالبرد cold، cold، حران hot، hot، فخور proud، proud. نقولهم كمان مرة. صفات adjectives، adjectives، جائع hungry، hungry، عصبي أو متوتر nervous، nervous، متعب أو مرهق tired، tired، محرج embraced، embraced، سعيد happy، happy، حزين sad، sad، محبط disappointed، disappointed، بردان أو شاعر بالبرد cold، cold، حران hot، hot، فخور براود، براود. بعد كده عندنا جرامر، جرامر، قواعد لغوية عن حالة اف الأولى، بنقول عليها حالة اف الشرطية الأولى. بنستخدم حالة اف الشرطية الأولى للتعبير عن احتمال حدوث شيء في المستقبل. يبقى قاعدتنا النهاردة بتتكلم عن حالة اف الشرطية الأولى، تستخدم للتعبير عن احتمال حدوث شيء في المستقبل، يعني شيء محتمل ان هو يحدث في المستقبل. ازاي بنكون جمل مع اف؟ اول حاجه بنبدا باف، وممكن تيجي في النص بين الجملتين. اول حاجه هنتكلم لو بدانا باف، لو بدانا الجمله باف يبقى هياتي بعدها مضارع بسيط وبعد كده ولزق المصدر. تاني، اول حاجه هنبدا باف وبعد كده جملتين، اول جمله بتاتي بعد اف مباشره بيبقى زمانها مضارع بسيط، مضارع بسيط، والجمله الثانيه ويل زائد المصدر. طيب ازاي نكون الجمل؟ اول حاجه هبدا باف وبعد كده هبدا بالفاعل، يعني بعد اف يبقى فيه فاعل. الفاعل دي بقى ممكن يكون هي، ممكن يكون شي، ممكن يكون اي، ممكن يكون وي، ممكن يكون زي، اي ضمير فاعل. وبعد كده الفعل هنصرفه في زمن المضارع البسيط، وبعد كده هنكتب باقي الجمله، النون اللي بيجي مع الفيرب. كده خلصنا اول جمله بعد اف. بعد كده بنفصل بين الجملتين بكومه، بنبدا الجمله الثانيه بفاعل، فاعل الجمله الثانيه هو فاعل الجمله الاولى، يعني لو الجمله اللي بعد اف بدات بهي يبقى الجمله الثانيه هتبدا بهي. وبعد كده ويل، وبعد كده فعل في المصدر على حسب بقى الفعل اللي هنستخدمه. تاني، يبقى النهارده بنتكلم عن حالة اف الشرطية الأولى. بنستخدم حالة اف الشرطية الأولى للتعبير عن احتمال حدوث شيء في المستقبل. ازاي أكون جملتين في قاعدة اف؟ أول حاجة هبدأ بـ اف وبعد كده الجملة اللي هتأتي بعد اف مباشرة بتتكون من فاعل، وبعد كده فعل مصرف في زمن المضارع البسيط، وبعد كده باقي الجملة.
نفصل بين الجملتين بكمة، هنبدأ الجملة التانية بفاعل وبعد كده will وبعد كده فعل في المصدر. أول حاجة هنتكلم على الجملة اللي زمنها مضارع بسيط. أول حاجة هبدأ بالفاعل، لو الفاعل I أو we أو they أو you أو اسم جمع، يبقى الفعل اللي هنستخدمه بعد الفاعل هيأتي في المصدر بدون أي إضافات. لو الفعل اللي هنستخدمه في الجملة الأولى بعد if هي أو she أو it أو اسم مفرد، يبقى على طول الفعل اللي هنستخدمه بعد الفعل لازم نضيف له اس أو es أو ies، يعني هنصرف الفعل في زمن المضارع البسيط. في زمن المضارع البسيط بقول إن الأفعال اللي بتأتي بعد الاي والوي والزي واليو الاسم الجمع تأتي بدون إضافات، لكن الأفعال اللي بتيجي بعد الهي والشي والات والاسم المفرد تأتي بإضافة اس أو es أو ies. الجملة التانية بقى تبدأ بفعل وبعد كده will وبعد كده فعل في المصدر. جايب لي مثال، if he gets a good mark، يعني لو هو يحصل على درجة جيدة he will be happy، هو سوف يكون سعيد. يعني لو هو يحصل على درجة جيدة هو سوف يكون سعيد. أول حاجة بدأنا ب if وعندنا بعد كده هي جه وراه gets. ليه نضفنا للفعل اس؟ علشان الفعل اللي عندنا هي، واحنا قلنا مع الهي والشي والات بنضيف اس للفعل. وبعد كده باقي الجملة a good mark، كده خلصنا أول جملة بعد اف. هنفصل بين الجملتين بكومة وبعد كده هنبدأ بفعل الجملة الأولى في الجملة التانية. يعني احنا قلنا في أول جملة هي، يبقى الجملة التانية لازم تبدأ بهي. وبعد كده will ممكن نكتبها will w i l l، ممكن نختصرها في أبصرف l l. وبعد كده فعل في المصدر be، بي فعل في المصدر بمعنى يكون. وبعد كده باقي الجملة، باقي الجملة ممكن يكون صفة زي هابي، ممكن يكون نون، يعني باقي الجملة اللي بيجي بعد الفعل ممكن يكون نون وممكن يكون adjective صفة. لو هو يحصل على درجة جيدة هو سوف يكون سعيد. الجملة التانية if they come early، طبعا هنا بعد زي قلنا come، ما ينفعش نقول comes. ليه؟ علشان الفاعل زي، واحنا قلنا مع الاي والوي والزي واليو الاسم الجمع لازم الفعل يبقى في المصدر بدون اي اضافات، كده في زمن المضارع البسيط. if they come early، لو هم ياتوا مبكرا، لو هم ياتوا مبكرا they will catch the train، هم سوف يلحقوا بالقطار. يبقى بدأنا الجملة الأولى بزي، وبعد كده جه وراه فعل في المصدر، وبعد كده باقي الجملة early. الجملة التانية هتبدأ بزي برضو، وبعد كده will، اختصرنا will في أبوستروف ال ال، وبعد كده فعل في المصدر، فعل في الانفينيتيف أو في المصدر catch، وبعد كده باقي الجملة. بقول يمكن أن تأتي إف في منتصف الجملة عادي، يعني ممكن نكتب إف في النص بين الجملتين. في الحالة دي هنبدأ الجملة الأولى، الجملة الأولى هيبقى will زائد المصدر، الجملة التانية اللي هتيجي بعد if مضارع بسيط. يعني جملة المضارع البسيط بعد if وراها وراها، سواء جت في الأول أو جت في المنتصف. هنا كده if جت في المنتصف، جه وراها مضارع بسيط، وجبنا بقى الجملة اللي فيها will بدأنا بيها. she will be hot، يعني هي سوف تكون حرانة. if she turns off the fan، لو هي قفلت المروحة أو لو هي فصلت المروحة. يبقى بدأنا بالفعل وبعد كده will وبعد كده فعل في المصدر be وبعد كده hot حرام صفة. الجملة التانية زمنها مضارع بسيط، عندنا she فعلشان كده ضفنا ل turns، يبقى turns off the fan. بعد كده بقى بقول ازاي اعمل سؤال على قاعدة if. ممكن اسأل بطريقتين، ممكن ابدأ ب if عادي زي الجملة العادية، هبدأ ب if وبعد كده الجملة الأولى اللي زمانها مضارع بسيط، هاجي بقى على الجملة التانية بدل ما أبدأ بالفاعل will أنا هعكس الاتنين مع بعض، هجيب will الأول وبعد كده الفاعل. يعني هي جملة عادية، بس كل اللي احنا بنعمله إن احنا بنجيب will قبل الفاعل في الجملة التانية وبنحط في نهاية السؤال question mark. معنى السؤال إيه؟ if you lose your pencil، يعني لو أنت تفقد قلمك الرصاص will you be sad، يعني هل سوف تكون حزين؟ دي كده معنى السؤال. بنجاوب عليه بقى بيس او نو، يس اي ويل او نو اي وونت، على حسب بقى انا هقول يس ولا نو. طيب ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن اسال بيها؟ الطريقه الثانيه ان انا هبدا بالجزء الثاني، يعني هبدا بويل والفاعل وفعل في المصدر، وبعد كده هنقل اف والجمله اللي وراها بعد كده. يبقى احنا كده بنعكس الجملتين مع بعض، جبنا ويل يو بي سات
يعني هل أنت سوف تكون حزين؟ وهنجيب الجملة الأولى بعد كده. If you lose your pencil، لو أنت تفقد قلمك الرصاص، برضو الإجابة بيس أو نو. وبكده يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.